قالوا عن أكتوبر: كانت الحروب الإسرائيلية السابقة تعقبها استعراضات عسكرية مع استعراض غنائم العدو. هذه المرة شيئاً من هذا لم يحدث. عرف الإسرائيليون لأول مرة أن معرضاً كبيراً للغنائم قد افتتح في القاهرة. لأول مرة أيضاً شاهد الإسرائيليون المنظر المخزي لأسراهم ورؤوسهم منكسة على شاشات التلفزيونات العربية. ديفيد هيرست، كاتب بريطاني.